أشكر الأستاذة ياسمين صبري، من ساعة ما درت عليا امبارح اتصلت عليا ووعدتني، بعتت لي مرتب سنة وهتكفل بيكي بكل حاجة، ربنا يخليها ويبارك فيها. ويوم الاثنين هقابلها لما تيجي من السفر، هروح لها بيتها، ربنا يجيبها بالسلامة ويستر عليها ويحادي عليها يا رب العالمين، هي وجوزها، عشان كلمني بالليل، ربنا يخليه ويبارك فيه. سيدة المطر قصة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام في مصر، وقد كنا في حلقة سابقة من منصات قد تحدثنا عن تفاصيل قصتها كاملة، لكن ما حدث يوم أمس أعادها إلى الواجهة من جديد وبقوة. إذ قامت الفنانة ياسمين صبري المصرية بنشر هذه الصورة الملتقطة من داخل منزلها، والتي دعت سيدة المطر إليه في مشهد حصد تفاعل كبير وجعل من اسم الفنانة يتصدر للترند المصري على تويتر. ياسمين لم تعلق كثيرا على هذه الصورة واكتفت بسطر واحد قالت فيه: الحاجة نعمة نورتني النهاردة في البيت، وشربنا الشاي مع بعض وتكلمنا في حاجات كتير، ست صبورة ومكافحة، ربنا يديها الصحة وطول العمر. هكذا علقت الفنانة. فإن هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من جمهور ياسمين ومن كل من تعاطف مع قصة هذه السيدة ذات الصورة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية. لكن في الوقت نفسه لاح سؤال كبير في الأفق، وهو طبعا: كيف دعمت ياسمين هذه السيدة، وما طبيعة المساعدة التي قدمتها لها؟ بعض المعلقين قالوا إنها وفرت لها عملاً، والبعض الآخر قال منزلاً، والكثير الكثير من التوقعات التي لم يتأكد منها أحد، وبقيت على ما يبدو أمراً خاصاً بينها وبين ياسمين صبري، ولم يتم الكشف عنه بشكل واضح حتى هذه اللحظة. دعونا نتابع أبرز التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. سأبدأ من بسام: الفنان المقتدر مالياً لازم يكون له دور إيجابي في المجتمع، منه بيساعد المحتاج ومنه صدقة جارية وزكاة أمواله. شيماء أيضاً كان عندها تعليق: لفتة جميلة منك، ومش حاجة وحشة إنك تعلني كده، يمكن حد يقتدي بيكي، وجبر الخواطر عبادة. أم حسام: الناس مش عاجبها حاجة إن عملت تقولوا هي الصدقة لازم تتصور، وإن ما عملتش تقولوا أين العدل. أنا لا أدافع عنها، ولكن بقول ندع الخلق للخالق، ويمكن لما حد يشوفها يعمل زيها وتكون سبب في جبر خاطر حد تاني. أيضا تعليق من أحمد عايد وقال فيه: الصراحة موقفك مشرف بعد المقارنة بصورتك وصورتها واهتمامك بالأمر وعدم تجاهله. مواقع التواصل الاجتماعي فيها حاجة حلوة.